زهرتين طيبي، أستاذ باحث في جامعة محمد الأول بوجدة، مهتم بمعلومة كبير المنازعات ومختص في قضايا الإعلام. سعيد جدا لأن أكون بين زمرة من رجالات ونساء المغرب، وسعيد جدا والشكر موصول للجهة المنظمة وللسيد الرئيس على هذا اللقاء وهذه الفرصة التي تفسح على الأقل المجتمع المدني. حتى لا أطيل وألتزم بالوقت، وأعرف بأن هناك عدد كبير من الجهات، سأركز على الجهة الشرقية. الجهة الشرقية طبعا للمملكة هي جهة تمتد على حوالي 82,820 كيلومتر مربع، وتمثل من مساحة التراب الوطني 12%، كما أن عدد سكان الجهة الحالية هو حسب إحصائيات 2004 هو 1,900,060 شخص حسب إحصائيات 2004، سيكون أكثر في هذه الإحصائيات الأخيرة. طبعا تتكون الجهة الشرقية من 7 أقاليم أساسية، هذه الأقاليم هي عملة وجدة أنقاد مركز الجهة، ثم عملة بركان، عملة الناظور، عملة توريلت، عملة دريوش، ثم عملة جرادة، وعملة فيكينغ. طبعا في التقسيم الجديد هناك تغييرات، قد تنضم طبعا وتصبح الجهة هي جهة الشرق والريف، لن أدخل في هذا النقاش، فقط أنا أريد أن أركز بأن الجهة الشرقية تعرف مجموعة من المشاكل الاقتصادية، ونحن نتحدث عن خلق الثروة. طبعا الجهة الشرقية تمتد مع جارة شرقية هي الجارة الشرقية الجزائر على طول 550 كيلومتر من الحدود البرية، وطبعا الحدود مغلقة منذ 1994، يعني 20 سنة. كان اقتصاد الجهة الشرقية يركز أساسا على فتح الحدود، ولكن جاء الخطاب الملكي بمدينة وجدة، خطاب 18 مارس 2003، ورسم خارطة الطريق غيرت معالم الجهة الشرقية كليا، فأصبحت الجهة الشرقية تتوفر على كلية للطب والصيدلة على طريق صيدار يربطها بشرايين مختلف جهات المملكة، أيضا قطب صناعي كبير، مطار دولي كبير بكل من مدينة وجدة والناظور، مطار العاوي بالناظور ومطار وجدة أنقاد، ثم إضافة إلى ميناء الناظور، بالإضافة إلى القطب الفلاحي بمدينة بركان، وأيضا ميناء غرب المتوسط بالناظور. وكل هذه المشاريع التي جاءت مباشرة بعد الخطاب الملكي لـ 2003 18 من مارس هي تشكل لبنة أساسية لاهتمام جلالة الملك وهذه الزيارات المتعددة. أنا فقط هنا أشير لأن جلالة الملك قام بأكثر من 27 زيارة منذ توليه العرش لمدن الجهة الشرقية، بمعدل أكثر من زيارة على الأقل في كل سنة. الآن لم يعد هناك اقتصاد يقتصر على فتح الحدود، لقد طولنا صفحة الحدود والاعتماد على الحدود، هناك الآن قطب صناعي حقيقي، قطب اقتصادي، ولكن لا زال هناك الكثير الذي يجب القيام به، خصوصا في مجال البحث عن خلق الثروة وفرص الشغل بالنسبة للمواطنين بالجهة الشرقية. أذكر فقط بأن بالنسبة للحدود التي هي مغلقة، فسكان الجهة الشرقية هم رجال يواجهون تعنت جار شقي، هذا الجار شقي ليس بشعبه ولكن شقي فقط بحكامه وبعسكره. للأسف الشديد أن هذا الشعب الجزائري لا زال تحت وطأة تغمى من جنرالات لا تريد هذا الاندماج المغاربي، وتجعلنا نخسر سويا المغرب والجزائر وكل البلدان أكثر من نقطتين في مؤشر التنمية سنويا، وهذا طبعا للأسف يدفع إلى مخاطر كبيرة هي مخاطر الإرهاب، لأنه الشعب الجزائري أمامه خيار واحد، هو إما أن تكون الديمقراطية وأن تعود الكلمة للشعب الجزائري، أو أن هذه الشعوب ستسلم نفسها للتطرف والإرهاب، لأن المهم هو إطفاء الحريق وليس شكل الماء. أشكركم وأعتذر إن كنت قد أطلت.